مستمر معكم نوفمبر 2019 بريبير 6 فارينت 1. والسؤال الثاني، السؤال يا جماعه اكسبيرمنت الكتريستي جميل وبسيط لابعد مما تتخيل. بيقول لي a student investigates the resistance of lamps. البنت عايزه تشوف ال resistance of lamps. She uses the circuit shown in figure 2-1. معها لمبه، معها اميتر، معها فولت ميتر. اكسبيرمنت يا جماعه من ابسط ما يكون. فهو عايزني اقرا القرايات دي. دي قرايه الفولت ميتر يا جماعه. انا شايف ان دي 2 وشايف ان دي 3، اذا اللي في النص دي هتكون 2.5. جميل. بالنسبه للاميتر انا شايف يا جماعه ان دي 0.2 ودي 0.4 ودي في النص بالظبط، اذا دي هتكون 0.30 امبير. طبعا حطينا الزيرو يا جماعه عشان تبقى 2 significant figures على الاقل، زي دي ما تبقاش 0.3، تبقى 1 significant figure. طيب بيقول لي calculate the resistance R1 of the lamp L1 using the equation R1 equals V over I. تمام، هنمسك يا جماعه الرقمين اللي احنا قريناهم من شويه، يبقى 2.5 divided 0.30 يطلع لك الرقم الجميل ده 8.33 اومز. السؤال اللي بعده بيقول لي the student connects a lamp L2 in series. جميل، جابت لمبه بقى L2 حطيتها in series مع L1، وكمان برضو سجلت الفولتج وسجلت الكرنت، وعايزني احسب الريزيستنس حبايبي بنفس الطريقه. انا مش شايف اي فن في الموضوع. R2 equals 2.4 على 0.21 هيديني 11.4 اومز. 11.4 اومز. طيب she connects a lamp L3 in series with lamp L1 and L2. جابت بقى لمبه ثالثه، يعني واضح ان هي ايه فاضيه شويه، فايه جابت لمبه ايه ثالثه وحطيتها ان سيريس وطلعت لها النتائج دي. تمام. طيب بيقول لي ايه بقى البنت الستودنت دي بتسجست ذات ان R3، تمام، اللي هي بتاعت الثلاثه لامبس كونكتد ان سيريس، كانت المفروض تكون 3 تايمز R1، يعني 3 اضعاف الريزيستنس الاولانيه اللي في اول سؤال، اللي هي تقريبا كانت 0.833 او 8.33 حاجه زي كده. State whether the results agree with this suggestion وjustify. والله يا جماعه ادي R3 اللي هي طلعتها، وادي R1 8.33. انا الصراحه تعالوا نشوف، انا شايف نو. ليه يا جماعه 3 في الرقم ده ب 25 اوم، تمام، بينما R3 ب 14.1. الفرق يا جماعه ما بين ال 25 وال 14.1 كبير جدا جدا جدا. فبنقول له يا جماعه values are far apart from each other، ما بنقولش بقى within، هنا نقول beyond. ما دام بعيد يبقى beyond، لو قريبين نقول within limit of experimental accuracy. دي اجابه هذا السؤال. السؤال اللي بعده يا جماعه بيقول لي عايزني ارسم 3 lamps connected in parallel the voltmeter، وعايز voltmeter connected to measure the potential difference across the lamps، وعايز variable resistor عشان يكنترول الكرنت في 3 lamps. ادي يا جماعه الثلاث لمبات in parallel، وادي يا جماعه voltmeter عشان يقيس لي الفولتج في الثلاث لمبات. واحد هيقول لي مستر لا ده بيقيس الفولتج بتاع دي بس، هقول لك حبيبي ما هم in parallel، فالفولتج بتاع دي هو كده كده الفولتج بتاع دي هو كده كده الفولتج بتاع دي. بمعنى انا كان ممكن اجيب الفولتميتر هنا عادي خالص، كان ممكن اوصل الفولتميتر اصلا كده يا جماعه. تمام، اي فولتميتر in parallel مع اي واحده من دول هيجيب لي الموضوع. الفاريبل ريزيستور يا جماعه اللي هيكنترول الكرنت شكله كده في الجنب اللي احنا شايفينه، طبعا كان ممكن نحطه هنا، كان ممكن نحطه هنا في اي مكان ممكن. ودي اجابه هذا المارك سكيم بتاع هذا السؤال. السؤال كان بسيط جدا يا جماعه، والاكسبيرمنت ما فيهاش اي تفاصيل فيما يخص الالكتريسيتي.